انا هستاذن، عايز اسمع من الدكتوره ناديه باعتبار زي ما كنت بقول لحضرتك كده صوت القاهره. طب صوت القاهره كلها معانا، اتفضلي يا فندم. اولا انا بحتج جدا على حكايه ان بيتم التشكيك في ذمه شركه وطنيه مملوكه بالكامل للهيئه الوطنيه للاعلام مملوكه للدوله. يعني فكره حكايه التشكيك والاتهام بالتزوير انا بعترض عليه وبحتج عليه جدا. ثانيا دلوقتي انا معلش انا ليا راي، يعني ام كلثوم دي هي ايه؟ هل هي مطربه بتغني وخلاص؟ لا. لا طبعا. ام كلثوم دي ايه؟ دي قيمه. مش بس قيمه، دي جزء من تاريخ البلد، دي مش مختلفين، جزء من تاريخ مصر. يبقى ام كلثوم دي الحقوق بتاعتها للشعب المصري كله، على فكره للشعب المصري كله مش لشخص ولا لشركه. انا يعني يختلف احد من الحضور تختلف على ذلك؟ لا طبعا. لا طبعا. لا طبعا. انا بس عندي بس سؤال فكري في الموضوع ده، يعني كده ده معناه مايكل جاكسون ملك الامريكا؟ معناه عمرو دياب ملك مصر؟ انا ما قلتش ملك، ما هو ده اللي حضرتك بتقوليه. هو كده كده الفن موجود ومتاح للجميع، بس هو الفكر بتاع ان هو انه علشان على فكره حضرتك يعني بتدخل معايا في الكلام، يعني حضرتك ممكن تقول اللي انت عايزه اول ما انا بقوله، بس ما انا مختلف مع حضرتك الفكر في لازم اقول حاجه، يعني ده منتج خاص ما ينفعش يتقال ان هو ملك رايي ملك للجميع، ده شيء مفروض منه اكيد، بس مش معنى كده ان احنا نسمع دكتوره. على فكره انا هاديه جدا صدقني، انا بس اللي فعلا عصبني ان الاستاذ محسن والاستاذ محمد هما الاثنين اتهموا شركه صوت القاهره بان احنا مزورين العقد. زي ما انت قلت لو العقد، احنا قلنا العقد فقد واقر بيه الدكتور. قلت كده يا استاذ محمد، معلش انا قلت عقد مش موجود. لا لا انت قلت ابشره. هل العقد هل لو العقد حتى زي ما انت بتقول مش موجود، هل ده ينفي ان التسجيلات دي زي ما اقرت ام كلثوم انها ملك شركه صوت القاهره في اقرار آخر موثق في الشهر العقاري بهي بتقول أقر أنا كذا كذا؟ التوكيل اللي احنا قلنا التوكيل بينتهي لا يا فندم، في فرق بين التوكيل والإقرار. المستند أول فقرة توكيل، ثاني فقرة إقرار. أنا هقول لحضرتك حاجة يا أستاذ، أنا بس عايز أقول، أنا عايز أقول حاجة بس في كلمتين صغيرين. هو محاولة إن المدام نادية ما تكملش. أنا عايز أقول حاجة بس في كلمتين صغيرين، معلش يا أستاذ محمد، بعد كل واحد يتكلم في دوره. يعني طيب الإقرار بتاع أم كلثوم ده مشكوك فيه، طيب في اقرار اخر بالورثه من دكتور محمد حسن الحفناوي الله يرحمه، وكانت اخت ام كلثوم بنت اختها، بيقروا مره اخرى بحق شركه صوت القاهره في هذا المصنف وان هم ليهم النسبه الشرعيه بتاعتهم. دي حاجه. احنا لما قدمنا لوزاره الثقافه، لان وزاره الثقافه لديها حاجه اسمها شهادات قيد التصرف، قدمنا لهم الحكم اللي احنا اللي الشركه خدته في 2020، اقروا باحقيه صوت القاهره في تسجيلات ام كلثوم وانهم مش هيتعاملوا عليها باي شكل من الاشكال الا بعد الرجوع لشركتنا، وان من حقنا ان احنا نطلع هذه الشهادات. كل الكلام ده، كل الجهات دي بتزور، وكل الجهات دي بتشكك، وكل الجهات دي يعني كلامها مش مظبوط. انا واحد من الناس اقدر اقول ان انا ارفض تماما وبالكليه الطعن في ذمه صوت القاهره او اتهامها بالتزوير باي شكل من الاشكال.